لأول مرة يتم إطلاق الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية، والمشاركة متاحة لكل الجنسيات وكل الفئات. لكن عندنا البطل محمد راشد اللي حقق 18 ميدالية ملونة في مختلف مشاركاته. هل الرياضات الإلكترونية فعلاً هي تعتبر مصدر دخل مادي لبعض اللاعبين؟ أنا بدأت الاحتراف بالرياضات الإلكترونية خصيصاً في لعبة موبايل ليجند من 2019. من 2019 حتى 2024 حققت تقريبا 200 ألف درهم إماراتي ما شاء الله، من خلال منافساتي في البطولات، ومن هذا غير صناعة المحتوى والستريم حققت فيها مبالغ كبيرة ما شاء الله، يعني ما يعني حتى ما فكرت أحسبها، بس كانت يعني تساعدني دخل كثير، إن يعني كانت تغنيني عن الوظيفة، فكانت شيء يعني دخل حلو ومناسب جدا. يعني الرياضات الإلكترونية مش مجرد ألعاب للتسلية فقط، ممكن أنت يعني تكون محلل، معلق، صانع محتوى، وأيضا المشاركة وتمثيل المنتخب أفضل تمثيل يعني في المحافل الخارجية. الله يوفقك إن شاء الله يا محمد. يعطيك العافية. الله يوفقك.